السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتابعين المشاهدين الأعزاء على قناتكم إبراهيم للعقار سكناس. اليوم سنشرح لكم عقار من الفئة المتوسطة توجد في منزل تكون نسبي وثلاثة ديال الطوابق. كل طبق كما لاحظنا فيه جوج ديال الشقق. مجموع ديال الجيران عندنا ستة ديال الشقق. هاد العقار تكون من صالون، عندنا واحد الكليسة صغيرة على شكل ديال صالون مونجي، وعندنا ثلاثة الغرف ديال النوم ما شاء الله مساحات ليهم كبار، ومطبخ بالبالكون. هادشي كامل في موقع اللي هو ممتاز في الشارع الكبير، تنتواجدو في حي كاميليا ومن أحسن العروض العقارية المتاحة. تمام جدا مغري وجد مشجع. تنتكلمو على مساحة إجمالية ديال 90 متر. الثمن الأولي أو الثمن المقترح ديال هاد العقار فقط ولا ابتداء من 44 مليون، بحال الشقة ديال جوج الواجهات بحال الشقة ديال الواجهة بالنسبة للثمن. غادي نبدا معاكم من البداية من الباب البلاندي، من الباب ديال الشقة على الدخلة مباشرة. تلقاو هنا على يدينا اليمين الحمام اللي تيجي بمساحة كبيرة، بالإضافة أن عندو التهوية ديالو في اللاكور. فوق منو كاينة ديبارة خزنة، وهنا من ورا الباب تلقاو طابلو نتاع الرواح ديال ديزانكتور اللي كل غرفة عندها الروح الخاصة ديالها، وهنا تلقاو طابلو ديال لي بارادو. من بعد ملي تنتمشاو في نفس الكروات تلقاو هنا عندنا لانترفون، وهنا تلقاو الصالة اللي تيجينا بهاد المساحة الكبيرة بنافذة كبيرة وبهاد الديكور ديال الخشبي اللي في البلافون، هاد القبضة الهائلة ديال الخشب. وتيمشي عندنا الجبس باللون الأبيض مع إمكانية كاين اللي تيناسق اللون ديال هاد القبة مع الزخرفة ديال الجبس ديال السليمانية، وهاد الزخرفة ديال المنقوش البلدي تيمشيو بجوجهم باللون الخشبي بحال هذا، تيعطي واحد النظرة تقليدية أكثر للصالة. هنا بالنسبة للسيبارة كاملة مشات باللون الأبيض في البلاتينيا بهذا الرمج هذا اللي تيجي طويل. بالنسبة لهاد البلاتينيا فيها مجموعة ديال الديكورات، فيها هاد الرمج هذا اللي تيجي بحال هاد الشكل هذا هكا طويل، وكاين داك الرمج اللي تيجي داير. هنا عندنا لاستالاسيون ديال النيميريك ديال التلفازة والانترنت. بالنسبة للسانيتير كما لاحظنا راه مازال ما عرفتش بأن مثلا الشقة في الأشغال النهائية ديالها. ارتأيت أنني نقدم لكم هذا العقار هذا لان من العقارات اللي قليل صراحه باش نصدقهم في هاد المراحل المتقدمه، تيكون جيت تبع من قبل. حاليا هاد المقاول راه بدا طلق البيع، كاين شي شقق اللي تباعو وكاين شقق اللي مازال. هذه الغرفه رقم واحد بالنسبه لطنجرات البرد الليطر. هنا عندنا النافذة ديالها هي الغرفة الوحيدة اللي عندها إطلالة لاكور، والباقي كلشي على الشارع. كان هنا عندنا صالون هنا كما قلنا ممكن أن تكون واحد الكليسة صغيرة على شكل ديال صالون مونجي. الشقة كما ذكرنا تبارك الله راه عندها جوج ديال الواجهات. هنا عندنا الغرفة رقم جوج، تجي ما شاء الله بهذه المساحة الكبيرة. تلقى الغرف تبارك الله راه ثلاثة ديال الكبار وكاملين فيهم لاستالاسيون ديال النيميريك. هذا الموديل الثاني ديال الصباغة ديال البلاتينيا اللي تيجي بهذا الرمج هذا اللي طاير. هنا تلقاو الغرفة رقم ثلاثة، الغرفة ديال الوالدين ما شاء الله. الدار تبارك الله مهوية مشمشة ضوي مزيان.
بالنسبة لهذه الواجهة هذه فهي واجهة اللي هي مفتوحة للبني المتباعد، بالإضافة أنها الغرفة للوالدين ستحط على بلاكا من الحجم الكبير وتيجي هكا كومبلي بليزيطاجير ديالو وبثلاثة ديال التقسيمات، ثلاثة عفوا ثلاثة ديال الدفات، لأن جا في الحجم الكبير تقريبا على العرض ديالو أكثر من ثلاثة الأمتار. بالنسبة لهذا اللي تيكون الدفات العاديين ممكن تيكون لاليو ديال ستة ديال الدفات. إذا هذه الغرفة رقم ثلاثة تيبقى لنا المطبخ اللي هو هذا، تيجي بهذه المساحة الكبيرة، تيجي كامل بيان إيكيبي، تيجي كلشي كاستريغ، بلاصة ديال التلاجة تجي في البلاصة ديالها، البلاصة ديال الفران فوق منو البوطة فوق منها لافو، هنا البلاصة ديال لي ميلونجون ديال الغسيل، وهنا في البالكون تتبقى لنا البلاصة ديال الماكينة الصابون. أي استفسار ولا أي معلومة فقط يكفيكم الاتصال بينا باش نمدكم جميع المعلومات المتعلقة بهذا العقار. كان معكم أخوكم إبراهيم، ما تنسونيش بالدعوات. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.